مشاهدينا، وللحديث أكثر عن التطورات والمجازر في قطاع غزة وتداعيات تجميد دول غربية دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا تزامنا مع رفع الأمم المتحدة قرار محكمة العدل الدولية إلى مجلس الأمن وما إلى ذلك، معنا من عمان عبر سكايب مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني. مساء الخير دكتور. الخيرات، حياكم الله الكريم. أهلا بكم. وعبر زوم معنا من عمان رئيس لجنة العلاقات الدولية في المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج الدكتور ربحي حلوم. مرحبا بكم معنا دكتور ربحي. أهلا، مساء الخير أخي الكريم، حياكم الله. نبدأ مع دكتور أيمن العاني. الهلال الأحمر الفلسطيني يطالب بتوفير الحماية لطواقمه من الحصار والقصف الصهيوني، لا سيما في مدينة خان يونس جنوبي القطاع. ألا يفترض تأمين حماية المنشآت الطبية والإنسانية في غزة؟ لماذا لم يتحقق ذلك بعد 4 أشهر من العدوان على القطاع؟ تحية لك أخي مرة ثانية ولضيفك الكريم ولجميع المشاهدين. الحقيقة نعم، يجب أن تحمى الأعيان المدنية ولا سيما الصحية منها والمرافق الطبية، وهذا طبعا بنص القوانين الدولية واتفاقيات جنيف الأربعة وحتى البروتوكولات أو الملاحق لهذه الاتفاقية، كلها تنص على وجوب احترام الأعيان المدنية، بل جميع المباني وإن كان طابعها عسكريا، لكن إذا رفعت الشعار الصحي أو الطبي الشعارات المتعارف عليها فعندها يحرم أن يتم استهدافها. وحتى وإن تأكدوا أن العدو أو الخصم أو الجهة الأطراف النزاع تحتمي فيها، فإن تم استهدافها بشكل متعمد فهذا طبعا جريمة وجريمة حرب واضحة ومكتملة الأركان. لكن لماذا لا يتم ذلك مع مضي أكثر من 4 أو نحو 4 أشهر؟ هذه حقيقة يعني المعضلة الكبيرة التي كان يتمتع بها الكيان الصهيوني من حصانة من الملاحقة والمساءلة في ظل الدعم الأمريكي والبريطاني لهذا الكيان المنبوذ عالميا والذي يزداد عزلة حقيقة هو وداعميه الغربيين. طبعا هو يلجأ إلى قصف الأهداف المدنية والإمعان في الإجرام كلما كانت خسائره فادحة، لأنه لا يستطيع بالنتيجة أن يحقق شيئا على الجانب العسكري، فيعني يذهب إلى هذه الجرائم حقيقة الواضحة طبعا لاستهلاك داخلي بالنسبة له، وهو تعلم جنابك والجميع يعلم المحاولات الطويلة والكثيرة والقديمة والجديدة لهذا الكيان نزع الإنسانية عن الشعب الفلسطيني، لكن لا شك أنه طيب يعني الأمور تغيرت اليوم مع القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية. نعم. سنأتي عند هذا القرار، ولكن نسأل دكتور ربحي، أنتم كفلسطينيون اليوم كيف تنظرون إلى قرار بعض الدول تعليق دعمها للأونروا؟ لماذا يراد شيطنة الوكالة بهذا الوقت بالتحديد؟ يعني هنا حماس تدين حملات التي يسوقها الاحتلال من أجل تشويه الوكالات الأممية التي تساهم في رفض القطاع المحاصر منذ أكثر من 17 عام. هنا إسرائيل تتهم كل من أونروا بأنها شاركت بمعركة طوفان الأقصى، يعني حتى الأونروا اتهمتها إسرائيل بالمشاركة في طوفان الأقصى. أمريكا، كندا، إيطاليا، أستراليا منعت أو علقت مساعداتها للأونروا. كيف تنظرون إلى مثل هذا التطور؟ أخي أنا لا أستغرب ولا يعني ما جرى ويجري بشأن طريقة التعامل التي أقدمت عليها الأونروا باتجاه الموظفين السبعة لديها. هناك مزاعم ساقها الاحتلال، ومصادر الأونروا في وجود سبعة يعني
ينتمون لحماس أو غير ذلك، هي معلومات قدمتها إسرائيل نعم لهذه المنظمة الدولية، وبالتالي من العار أن تقبل المنظمة الدولية إخبارية من الاحتلال المجرم، الاحتلال المجرم لأنه كل غزي في نظره هو حمساوي، لا يميز بين هذا وذاك، بين نعم. يعني رجل عامل في مؤسسة صحة تابعة للمنظمة الدولية أو غيره، فكل غزي مستهدف من قبل الاحتلال. وبالتالي هل المطلوب لدى المنظمة الدولية أن تأتي بموظفين من هونولولو ليعملوا في غزة؟ دكتور، ابحث في هذه النقطة بالتحديد، يعني هنا الاحتلال يشرع قتل أي فلسطيني بتهمة أنه أي فلسطيني أي غزاوي اليوم أصبح من حماس. نعم نعم نعم، هذا ما هو ما في نظر الاحتلال، كل غزي هو حمساوي، وبالتالي كل غزي مستهدف، حتى أطفال غزة وهم رضع مستهدفون، لأن الاحتلال يعتبرهم، وقالوا بصريح العبارة، قالها سيموريتش المجرم ذات يوم، أن هؤلاء سيكبرون وسيصبحون أعضاء في حماس، يعني هم يعاقبون الأطفال الرضع يعني منذ ولادتهم، أمهاتهم يعتبرونهم أفراد من حماس، وهذا قد يكون يعني لا أريد أن أقول محقا في ذلك، نعم. هو محقا موضوعيا أن كل فلسطيني هو حمساوي، سواء كان في غزة أو في الضفة من ناحية روح المقاومة. نعم، هذا يعني شعور كل فلسطيني حيثما كان. نعم. وبالتالي لم يأتي الاحتلال بجديد حينما يستهدف الأطفال الرضع وموظفي الأونروا وغير الأونروا، موظفي الهيئات الدولية أو غيرهم، نعم. لأنهم كلهم غزيون، وبالتالي هل يطلب من الغزي أن يجلس متفرجا على ابنه أو أخته أو أمه وهي تذبح على مرأة من؟ أليس طيب. واجبه الدفاع عن نفسه وعن أهله وعرضه وأرضه، وبالتالي هذا مفهوم أعوج، وعلى الأونروا أن تعيد النظر في قراراتها وتدافع عن موظفيها، ومطلوب منها كهيئة دولية أن تحترم الشرائع والقوانين وتحمي موظفيها طيب. من هنا... نعم. جنون طيب. المعتدي. هنا دكتور أيمن، مع هذه التطورات والانتهاكات والجرائم المستمرة من قبل الاحتلال، حتى موظفين الأونروا أصبحوا اليوم هم مشاركون في طوفان الأقصى ضد إسرائيل، أين تكمن أهمية قرار محكمة العدل الدولية، وكيف يمكن الاستفادة من هذا القرار على الرغم من أنه كان أقل من طموح الشعب الفلسطيني، بل بعضهم وصفه بأنه كان مخيب للآمال؟ حقيقة أخي، القرار قرار محكمة العدل الدولية مهم، ومهم جدا، أولا لأنه فضح الطبيعة الإجرامية والوحشية لهذا الكيان، ثانيا هو حقيقة حطم الصورة التي دأب الكيان الصهيوني على رسمها في يعني وسائل الإعلام الغربية. نعم، وضح وأنه هنالك محاولات لإبادته، هذا كله حقيقة تحطم بهذا القرار. أبدا خرج الكيان الصهيوني أمام العالم على حقيقته الإجرامية التي تحاول إبادة الفلسطينيين، الشعب الفلسطيني أينما كانوا، وتمنع عودتهم إلى ديارهم، ولا يوفر لهم الحماية، وهذا طبعا كله جاء في نص القرار، وهذا يدين الاحتلال. نعم، هو لم يذكر أو لم يأتي على
وقف إطلاق النار بشكل صريح، لكن في مسألة التطبيق نعم. وهو هنا طبعا قرار ملزم لأنه يتعلق بجريمة إبادة جماعية، وهذه الجريمة جاري تنفيذها في قطاع غزة، فلذلك هو قرار ملزم وقرار يجب أن يطبق بحذافيره. طبعا الكرة بملعب مجلس الأمن، وهنا يعني ضغوط دبلوماسية كثيرة، لا أقول هنالك أبعاد أخلاقية، نعم لأنه لا الكيان الصهيوني ولا داعميه يعني ينسحب عليهم الضغط الأخلاقي، لكن هنالك ضغوط دبلوماسية كثيرة ستمارس حتى من قبل الداعمين لهذا الكيان، ما عدا طبعا أمريكا، لأن أمريكا هنا هي مشاركة كاملة بالتسليح والتجهيز والدعم هنا دكتور اللوجستي كما ذكرتم أنه والأرض. نعم ربما يحال نعم أو مجلس الأمن يعني يتوقع أن يعقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل بخصوص قرار محكمة العدل الدولية، ولكن المرصد الأورو المتوسطي يتوقع أن تستخدم أمريكا الفيتو. ماذا لو استخدم الفيتو في هذا القرار؟ أخي، وإن كان هذا أمر متوقع، نعم متوقع، لكن وإن كان فإن هذا القرار وهذا الموقف الشجاع من المحكمة العدل الدولية نعم هو بداية ونقطة تحول كبيرة في ملف القضية الفلسطينية، وبداية يبنى عليها نعم أنه اليوم انفضحت الحقيقة وبان الاحتلال على حقيقته الإجرامية، وكيف أنه يعني لا يبالي بدماء الأبرياء، بل ينزع الإنسانية عنهم ويحاول إبادتهم وإخراجهم من أرضهم، وهذا كله حقيقة هو مسألة مهمة في البناء عليها، لكن مع ذلك هنالك ضغوط دبلوماسية كثيرة يعني قد تحول دون استخدام الفيتو، لأن هذا القرار أخي الكريم اليوم وضع الاحتلال تحت المجهر، نعم أي تصرف يتصرف هذا الاحتلال به، نعم المحكمة تتحمل جزء من هذه المسؤولية لأنها لم تنطق أو لم تأمر بضرورة الوقف الفوري للقتال أو إطلاق النار، نعم لكن مع ذلك أي جريمة سيرتكبها هذا الاحتلال هي ستكون محرجة، ومحرجة جدا لداعمي الاحتلال لا سيما الذين يقومون بالتسليح والتجهيز طيب وتوفير نعم الدعم اللوجستي لهذه طيب الجرائم المرتكبة في قطاع غزة. دكتور نعم ربحي، في هذه النقطة بالتحديد، يعني إلى أي مدى كان قرار محكمة العدل الدولية مهما في حيثية إنهاء دور الضحية الذي طالما لعبت إسرائيل عليه ولوت أذرع ألمانيا، دول مثل ألمانيا، بغض النظر عن جرائمها وانتهاكاتها في فلسطين؟ يعني تعرت إسرائيل بقرار محكمة العدل الدولية حتى وإن لم يكن قرارا ملزما بالكامل. أخي صحيح ما تفضلت به وما تفضل به ضيفكم الكريم الأخ الراوي، يعني أتفق معه بالمطلق في كل ما قاله. نعم قرار محكمة العدل الدولية يشمل في ضمن منصوصه القانونيون كلهم، وأنا سمعت أكثر من رأي قانوني دولي، هناك أساتذة قانون دولي مهتمون بالقوانين الدولية، وأعطوا تفسيرا واضحا أن منصوص قرار محكمة العدل الدولية يضمن في من حيث لم يذكر بالتحديد كلمة، يعني الكلمة بالتحديد، ولكنها جاءت في متن القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، وبالتالي القرار كان أشمل وأكثر شمولا، ويضم في متنه ما تفضلت به حول محكمة العدل الدولية. هنا يعني أريد أن أقول أن الاحتلال
بات يضرب بعرض الحائط كل ما يسمى الشرعية الدولية والقوانين والعرف نعم. الدولية واللوائح الأممية، وقالها نتنياهو بصريح العبارة أول من أمس على مسمع ومرأى العالم أنه غير معني في كل ما تقوله محكمة العدل الدولية وغير محكمة العدل الدولية، كان صريحا في ذلك وقالها بكل فجاجة وبكل يعني بشكل مسعور. نعم. ويعني أختصر بالقول أن قادة الاحتلال يتصرفون وكأنهم فعلا، أنا آسف أن أستعمل هذه الكلمة، مصابون بسعار اسمه الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني الحي، كل فلسطيني حيثما كان وأينما كان هو جزء من المقاومة، والمقاومة جزء من، وبالتالي موظفو الأمم المتحدة الغزيون هم من، يعني ليسوا من هونولولو كما قلنا ولا نعم. من جزر البهاما، هم غزيون أولا وأخيرا، وبالتالي دكتور هنا 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 اريد فقط انفسهم. ان اعلق على نقطه ذكرتها قبل قليل، ان اسرائيل تنظر الى كل غزي هو من حماس، بالتالي اذا كان الوضع بهذه الصوره، ما خطوره استمرار كل هذا الدعم غير المشروط من قبل امريكا ودول غربيه لاسرائيل بهذا الشكل، وهي تاخذ الروايه الاسرائيليه بان كل من موجود على ارض غزه هو من حماس؟ اخي قالها بايدن اكثر من مره، وقالها أيضا رئيس وزراء بريطانيا معه، وكررها بلينكين عدة مرات، أن كل غزي هو من حماس، وأن حماس، وأننا نعمل لتصفية حماس وسنبقى نصر على تصفية حماس، وقال بالحرف الواحد أنه ضد وقف إطلاق النار من قبل العصابة الصهيونية في قطاع غزة، ضد وقف إطلاق النار. نعم. بصريح العبارة، وبالتالي هم لم يأتوا بجديد، هم يعني يعبرون عما يجور في صدورهم من كل وسائل الدعم والتأييد لأي إجراء حتى ولو كان يندرج في إطار الإبادة الجماعية. هم يعلمون أن الاحتلال يمارس الإبادة الجماعية، نعم. وبالتالي هم يعلمون أن جزء من مهام الاحتلال التوسيع دائرة الإبادة الجماعية، لكنهم يغطون على ذلك بتبرير أعمالهم بشكل أو بآخر، لأنهم هم داعمهم، هم الذين يمدونهم بالذخائر، هم الذين دكتور ربحي يطلبون منهم استمرار إطلاق النار على كل شيء يتحرك في غزة. سريعا دكتور أيمن، في ظل هذا الوضع الإنساني المتفاقم، ما هي الخطوة الثانية؟ كيف يمكن وقف القتال في غزة؟ ما المطلوب من مجلس الأمن وما المنتظر؟ حقيقة أخي، بالنسبة لوقف القتال في غزة، هو يستند أولا، يعني في الحقيقة يستند أولا على الدور المهم الذي تقوم به المقاومة الفلسطينية الباسلة، وصمودها وتكبيدها لهذا العدو المجرم. نعم. أكبر الخسائر، هذا هو الضاغط الأساسي الذي يفضي إلى ضرورة وقف إطلاق النار، هذا بالإضافة إلى طبعا الصمود الشعبي لأهلنا في غزة. وهذا طبعا نراه في كل يوم، يعني اليوم مثلا من الأكاذيب والروايات الصهيونية التي يعني بان يعني على حقيقته، أنه اليوم نتنياهو يقول أنه وجدوا كتاب كفاح هتلر في أحد المساكن للفلسطينيين. هذا كله أخي من جملة الخيبة من التي يشعر بها هذا الكيان، لأنه لحد اليوم لم يستطع أن يحقق أي هدف عسكري أو أي هدف من الأهداف المعلنة
التي أعلنها نعم، قبل شن الحرب، شكرا لكم وأصبحت دكتور. الخطوط الحمراء وردية وما إلى ذلك، ولكنه لا يزال في يعني حلقة مفرغة. السبب الأول والأخير هو هذه الـ يعني الدور المهم للمقاومة نعم، وضحت الفلسطينية الصورة ونعتذر الباصرة في لضيق التصدي الوقت. لهذا الاحتلال. من عمان عبر سكايب مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني، شكرا لكم على هذه المشاركة، ونشكر من عمان رئيس لجنة العلاقات الدولية في المؤتمر الشعبي للفلسطينيين الخارج الدكتور ربحي حلوم، شكرا لكم.